ارحب بضيفي كابتن تامر حفني المدير الفني لمدرسه الكره بالاهلي. نشوف كليب عن الكابتن تامر وهستقبله دلوقتي. ازيك يا كابتن تامر؟ مشرفنا ومنورنا. الله يخليك يا كابتن اسامه، وبشكر حضرتك على المقدمه الجميله دي، وطبعا برحب بقناه النادي، وكل سنه وانتم طيبين. لنا ايه الشياكه دي؟ دايما بنعتاد منك على الشياكه. الله يخليك يا كابتن اسامه، ربنا يخليك. قول لنا بقى كابتن تامر حفني المدير الفني لمدرسه الكوره بالاهلي، مدرسه الكوره بتبتدي من اعمار سنيه كام؟ يمكن احنا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا في البدايه احنا بنبدا دلوقتي بقى لي ثلاث يعني ده رابع سنه ابقى ماسك مدرسه الكوره في النادي. من حوالي سنتين اللي فاتوا ابتديت انا ابتدي اعمل فرقه تحضيريه. يمكن انا السنه دي عامل 2009 و2010 و2011 وجانا 2009 و10 و11. احنا السنه دي هنلعب 2008 2008 ومحضر 2009 و2010 و2011. يعني بدايه المسابقات من 2008 8 لا السنه دي في 9 و8 و7 بالنسبه لنا تحت في البراعم. فانا بجهز قبلها بسنتين، يعني عندي 10 وعندي 11 وفي ولاد جولي برضو من فتره قريبه 2012. ما شاء الله ده اعمار سنيه صغيره، انك تبدا من السن 2010 2011 يعني 8 7 سنين و8 سنين. ما هي دي ميزه يا كابتن اسامه، حضرتك عارف ان انت في المرحله السنيه الصغيره دي مهم جدا يبقى انت الانتقاء كويس، ما بتاخدش اي لعيب، يبقى لازم عندك رؤيه الولد ده عنده مهاره. في عوامل كتير جدا بتخلي الولد بالنسبه لك يلفت نظرك، اداؤه في الملعب، فكره. يمكن انا بقيم الولاد الصغار على فكرها، يمكن مش على في حاجات كتير جدا بختلف فيها مع ناس كتيره، الجسم ما بيفرقش معايا في اول في المراحل السنيه الصغيره. هو غالبا في قطاع ناشئين في الاهلي ما تلاقيش الاجسام زي انديه ثانيه، عايز الجسم الكبير وعايز ياخد بطوله، بس انت بتبص للسنين قدام وللفريق الاول. بالظبط كده، هي دي مهمه يا كابتن اسامه، اللي انت عارف في فترات متفاوته كتيره جدا في السن الصغير، وفي تغيرات كتيره حتى لغايه سن البلوغ، الاولاد لسه جسمهم يعني انا ابتدي احكم على الولاد بعد سن البلوغ. فمراحل السنيه الصغيره دي انا بدور على الموهبه، يمكن حتى شغلنا كله شغل مهاري كتير جدا. متاسسين الولاد بياخدوا شغل، كل الشغل كله مهاري كتير. مهاري. كتير جدا، وشغل مركب وشغل صعب جدا. فده بينمي الذكاء عندهم وبيعلي اداء الحركه عند الاولاد، حتى تلاقي عندنا الاولاد حتى لو في فيديوهات هتلاقي الاولاد عندنا صغيرين عندهم الاداء الحركي سريع جدا ما شاء الله، بيلعبوا كوره من لمسه واحده بسرعه جدا، بيتحركوا بعد كوره. ويمكن دي بقت ميزه دلوقتي في اوروبا، ان كل الاستلام بقى بحركه، مفيش حد بيستلم الثبات، فاحنا بنعود الاولاد على السن الصغير لازم الاداء الحركي، لازم تستلم الحركه. جري بالحركه. ودي بتبتدي من سن صغير ومن التمارين. لازم يا كابتن اسامه، يمكن حضرتك برضه عايزينك بقى برضه تقول لنا يا كابتن تامر المدربين الموجودين بقى في 2009 و2008 و2007 و2010، يعني تقول لنا برضه اسمائهم. يمكن بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا عندنا كابتن محمد عبد العزيز ماسك 2007 زيزو حضرتك عارفه، ومعاه كابتن شريف عبد الفضيل لسه داخل السنه دي. شريف عبد الفضيل ان شاء الله يبقى ليه يعني خبرات كبيره في التدريب ان شاء الله، ربنا يكرمه طبعا خبرات كبيره ان شاء الله يبقى كويس معانا في الفتره الجايه باذن الله في التدريب. يعني بخصوص شريف عبد الفضيل، مهم جدا في السن الصغير انك تجيب لاعب لسه مثلا معتزل يبقى قدام الولاد، يبقى مثلا فاكرين اسمه، مهمه دي في الحته في اعمار السن. طبعا هي مهمه جدا، وبالذات يعني يمكن هو بيجي بيخش بيشتغل مع حد مساعد، لكن هو كاسم شريف مهم جدا، قدوه للولاد، مثل اعلى، زائد ان هو بيحفز الولاد وبرده بيتعلم، يعني بيشتغل مع حد يتعلم منه، بياخد خبرات كويسه، يعني خبرات اللعب غير خبرات التدريب زي ما حضرتك عارف. فما بيخش مع حد فدي بتسهل على عليه كتير جدا، مع ان هو لسه مبطل قريب ومتواجد، فهتلاقي رجله في الملعب مع الولد بيتحرك معاه. فهو السن صغير عايز كده، عايز الحركه معاه كتير جدا، عايز الكلام كتير جدا، عايز توجيهات كتير جدا، عايز تعليمات كتير، فدي برده بتاثر كتير جدا لما بيجي لي حد نجم يبقى معايا في المدرسه يعني. كويس، احنا قلنا 2007 كابتن زيزو وكابتن شيفا فضيل، 2008 2008 عندنا كابتن عصام صلاح، حضرتك طبعا عارفه. ابن النادي الاهلي برده، ومعاه عبد الله فاروق طبعا، عبد الله لسه جاي السنه دي. عبد الله فاروق برده من الناس اللي خرجت من ناشئين الاهلي، وطبعا لعب في الفريق الاول بالنادي الاهلي. لا وحد كويس وحد مميز، ويمكن عنده حضور مع الاولاد زي كابتن شريف برده. الولد ابتدت ترتبط بيه، بيبان من فعاليات الولاد،
زي ما حضرتك قلت برضو النجم مهم جدا برضو للولاد. طيب 2009 2009 عندنا كابتن حسين شكري، حضرتك عارفه حسين شكري ومعانا الكابتن عبد السلام كان عندنا في الاكاديميه، وتصعد من الاكاديميه وطلع مع كابتن حسين شكري. تمام. احنا قلنا 2007 2008 2009 دي مدرسه الكوره، البراعم 2005 و2006 مع كابتن جمال السيد لسه جاي طبعا. كابتن جمال طبعا اضافه للنادي الاهلي، ويمكن هو برده من الناس القديمه في النادي في قطاع البراعم، كان شغال مع كابتن بدر وكابتن محمد سيد مستر كروبر، وبرده خبراته كويسه، وكان شغال مثلا مدير قطاع ام بي ليه خبرات كبيره طبعا. جمال السيد هيكون طبعا ان شاء الله قريب يكون معانا ضيف، طبعا اضافه للقطاع كتيره واضافه لينا كلنا بصراحه، وان شاء الله نعمل موسم كويس احنا الاثنين باذن الله ان شاء الله تعالى. زي ما احنا شفنا مع حضراتكم دلوقتي فقره مهارات مع كابتن احمد سمير براعم الاهلي. كابتن تامر، محمد صلاح عامل حاله في مصر كلها، في كل الناشئين في قطاعات الناشئين في مصر. كلمنا بقى عن الحاله اللي عاملها محمد صلاح جوه الولاد داخل قطاع الناشئين بالاهلي. بسم الله الرحمن. طبعا انا يعني بقول ربنا يوفقه طبعا، وعمل حاله جميله جدا وفريده يمكن في مصر وفي الشرق الاوسط كله والعالم العربي كله، ويمكن نعلى سقف طموح الناس كلها. كله بقى عايز يبقى محمد صلاح، ودي حاجه كويسه. يمكن عملت انتشار كتير جدا بقى في اكاديميات كتير جدا في مصر. كل واحد يبقى عايز ابنه يبقى لعيب كوره، كل معظم الناس اتجهت للكوره زي ما حضرتك عارف. يمكن عندنا حتى في الاكاديميه الاقبال زاد جدا برضو، حته لعيب الكوره بقت مهنه حلوه جدا. في شهره، فيها ثقافه، فيها ماده، فكل واحد بيتمنى ان ابنه بقى زي محمد صلاح. دايما بتضربوا لهم المثل بالنجوم دي طبعا، يعني بالنجوم طبعًا المحترفه يعني والنجوم اللي ظاهره قدامهم. انت ما تيجي تكلم طفل فبتقول له ايه؟ محمد صلاح وصل لكده ازاي؟ اكيد بيلتزم، اكيد بينام بدري، اكيد بيصلي، اكيد بيسمع كلام والدته كويسه بره طبعا. اكيد 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 كويس جدا مع اهله، عشان كده ربنا بيكرمه. ان في اوقات كتير جدا بيبقى فيها توفيق. وحضرتك عارف ممكن طبعا حضرتك كنت من احسن الفراوده في مصر. ربنا يخليك. دي حقيقه والله. فساعات ما تبقاش الكوره ماشيه معاك، بس ربنا بيكرمك. يعني انا امبارح كان عندنا مباراه وديه، فكان عندي ولد فيرود، فقلت له خلي بالك انت جبت جون سهل. بس عارف انت جبت الجون السهل ليه؟ فقال لي ليه يا كابتن؟ قلت له عشان انت كنت مجتهد وربنا كرمك. يعني انت قبليها ضغطت ورحت قطعت الكوره وبصيت، والكوره طلعت بالعرض وقعت من ايده الجون، انت حطيتها. ربنا كافئك. فربنا كافئك. فخلي بالك ربنا بيدي اللي بيجتهد. فاللي احنا شايفينه دلوقتي في الكوره في العالم كله، ان صلاح عمل حاله، ربنا يكرمه طبعا، ودايما في مزيد. وطبعا عمل رواج كتير جامد جدا لمصر وللسياحه زي ما حضرتك شايف، ويمكن اتعرفت كتير قوي الكوره في مصر من خلال محمد صلاح. ويمكن طبعا في محترفين كتيره، بس يمكن صلاح ابرزهم. وانا ممكن نشوف مدرسه الكوره بالاهلي ان شاء الله يكون عندنا محمد صلاح تاني ان شاء الله. تشوف يعني قطاع الناشئين طلع خرج تريزيجيه، عمرو ورده، رمضان صبحي، يعني نجوم كبيره. ممكن نشوف وناصر ماهر كتير. ممكن نشوف، انا بتكلم على المحترفين، ممكن نشوف ان شاء الله من مدرسه الكوره بالاهلي عندنا يعني مواهب. عندنا في المدرسه ان شاء الله هنعمل لك تقريب باذن الله الفتره الجايه. وبص على الاولاد، عندي اولاد كويسين جدا في السن الصغير، يمكن السبعه والثمانيه والتسعه ويمكن العشره اللي دخلوا جداد، مواهب كويسه جدا. انا ابتديت حتى من الفتره الجايه نبتدي نصور للتمرينات ليهم. ويمكن في جزئيه يمكن اقولها برضو، ان انا يمكن رمضان وكريم نيدفيد وبيكهام ونصر ماهر والفرماوي ويوسف علاء، يمكن الفرقه دي كلها اتمرنت معايا وهم عندهم 9 سنين. دول النجوم اللي انت خرجتهم. كانوا معايا وهم عندهم 9 سنين، كنت انا وكابتن امين عرابي. يمكن برضه يمكن الجماهير ما تعرفوش ان يمكن كريم نيدفيد كان بيلعب باك رايت. وبعد كده انا غيرت له مكانه، بقى بيلعب تحت الفراوي نص ملعب. وربنا كرم حتى يعني. بابا كان قابلني بيقول لي طب هو الولد مكانه مش مكانه؟ قلت له في المكان ده هيبقى كويس وهيلعب درجه اولى ان شاء الله. وهو كمل الحمد لله. عمليه الانتقاء بقى كابتن تامر بتتم في الاختبار بس، الاختبارات في النادي الاهلي في مدينه نصر، ولا انتوا بتنزلوا بقى المحافظات؟ بننزل المحافظات الحقيقه. يمكن احنا السنه دي عملنا كده، والسنه اللي فاتت مع الدكتور عمرو، ويمكن اول واحد بدا الموضوع ده كابتن عادل طهيمه. اول واحد بدا الموضوع الاختبارات يمكن في الفتره اللي انا كنت متواجد فيها، كابتن عادل طهيمه هو اللي عمل لنا الفتره دي. رحنا محافظات وجبنا لعيبه كويسه، وبعد كده جه الكابتن، كان معاه كابتن محمود صالح، وجه الدكتور عمرو، وكان معاه كابتن خالد جدالله،
ودلوقتي الكابتن فتحي مبروك. كنا احنا رحنا اسيوط وسوهاج واسوان واسكندريه والمنصوره، لفينا برضو جبنا لعيبه كويسه. يمكن احنا برضو بيقولوا لي دلوقتي وانت بتلف، كابتن تامر مشهور بجهاز كشف الكبد. ايه بقى الموضوع ده؟ بيقولوا ده بيعرفها في الاختبارات الكابتن تامر. لا انا مش عايز اقولها بقى، يمكن هي حاجه بسيطه، يعني هي حاجه من المداعبه كده. فاحنا الولد اللي بنشك فيه كنا بنبقى قاعدين احنا مثلا المدربين، فاقول له لا انت شكل سنك مش مظبوط، داخل مع اعمار سنيه كبيره. فهو بيفهم، انت بتكشف الكلام ده على طول. فانت لو قلت للولد مش هقول لك الحقيقه، فانت بتقول له تعالى بقى اطلع اقف هنا، يقف جنب الشمسيه ويمسك الشمسيه وابص في الساعه كده اقول له لا انت سنك مش مظبوط، يقول لي ايوه يا كابتن صح. موضوع التسنين والتزوير ده مشكله، وخاصه كمان في مدرسه الكوره، يعني ممكن يعني في اعمار 15 و16 و17 خلاص تلاقي السرعه والقوه اقتربت شويه. لكن انتوا بتعانوا منها طبعا في مدرسه الكوره. دي المشكله الكبيره، لان المدرب بيدور على بطوله، ما بيدورش على ان انا اعمل لعيب، وده الغلط طبعا. فكله عايز يكسب النادي، اللي بيكسب النادي الاهلي فيجيب لك لعيبه مسننه ولعيبه كبيره عايز يكسب. فدي برضو سياسه مش مظبوطه. يمكن من سنتين كان متواجد الكابتن ابراهيم عبد الصمد، كان ماسك منطقه القاهره وكان عامل حاجه كويسه جدا. ما كررتش، ما اتطبقتش السنه اللي فاتت، واحنا بنناشد دلوقتي منطقه القاهره ان هي تطبق الكلام ده. ده ان شاء الله اكيد هنناقشه هنا في برنامج الاشبال، وهيبقى في حلقه منفرده لموضوع التسنين والتزوير، لان ده في فرق كتير بتعتمد على الكلام. مشكله كابتن اسامه. يمكن كابتن ابراهيم عبد الصمد كان عامل حاجه كويسه جدا، واللعيب بيسخن يجي يبص للعيب، حتى لو كرنيه مظبوط اكيد كرنيه مظبوط يخرجه، يلاقي جسمه كبير ويروح رايح للفرقه يقول له طلع ده. طيب دي بقى كابتن تامر، ناخدك بقى لحته في الاعمار السنيه في مدرسه الكوره 2007 و2008 و2009 و2010 يبقى الافضل تلعب مسابقات والمديرين الفنيين كل واحد عايز يكسب ويبقى فيه الحماس دوت، ولا نعملها مهرجانات؟ يعني هي ماشيه ازاي عندكم في منطقه القاهره؟ لا هي دلوقتي منطقه القاهره بقى لنا دي السنه الثالثه، يمكن دي حاجه كويسه جدا. مبادره كويسه حته المهرجان. مهرجان يمكن برضو اول واحد عمل الفكره دي كان موجود، كان الكابتن محمود صالح والكابتن عادل طعيمه والكابتن محمود صالح. كانت بصراحه يعني اتكلموا في الجزئيه دي واتطبقت، ويمكن اكتر فرقه بيستفاد منها احنا النادي الاهلي. ان احنا السن صغير عندنا كم كبير من اللعيبه، واحنا في لعيبه بنقول احنا هنصبر عليها. ممكن ما يلعبش في الخماسي، يلعب ما يلعبش في السباعي، يلعب في الثماني ويلعب في الحداشرات. فانت فاللعيب فلازم تقعده، فيبقى عندك كم كبير من الاولاد. السنه اللي فاتت عملنا حاجه كويسه، كنا داخلين الف وب اللعيبه اللي انت حاسس ان هي ممكن تبقى كويسه السنه الجايه او هي عايزه وقت، بنروح مودينا الاكاديميه تلعب معاها. وفعلا لما نزلنا اولاد الاكاديميه تحت السنه دي خدنا اولاد من الاكاديميه وبقوا اساسيين عندي في الفرقه. يعني دايما الاكاديميه ممول لمدرسه الكوره. اكيد. انا يمكن 2007 و2008 و2009 80% من اللعيبه اللي عندي من النادي في القطاع من الاكاديميه. يعني المهرجانات زي ما انت بتقول كده هي افضل، حتى ما بتعملش ضغوطات على ولد صغير لسه عنده 7 8 سنين، ما ينفعش انه يلعب في الاجواء دي. بالظبط. بس انا شفت للاسف يا كابتن تامر، وانا كنت بتفرج على المهرجانات السنه اللي فاتت، كان في لقطه سيئه جدا، مدرب واقف على الخط بيزعل اللعيبه بتاعته عشان خسرانه. بالظبط. وفي ناس بيضرب. المدرب ممكن يتعصب على ولد 7 8 سنين في السن ده عشان بيخسر مباراه او بيضيع هدف. هرجع اقول برضو المنطقه لازم يبقى ليها دور في الموضوع ده. في لجنه قاعده في الملعب، المدرب اللي يعمل كده لازم يتعاقب. اصل انت دلوقتي الطفل ده بيلعب حاجه بيحبها. ايوه. انت جبت الحاجه المهمه انه حاجه بيحبها. ما انا كمدرب ممكن الولد يبقى عنده امكانيات كبيره جدا، وانا اقتل في الحته دي. الولد الطفل لو خاف مني مش هيبتكر. فانت لازم تدي مساحه للولد. مساحه للولد دي انت دلوقتي اسمها فتره تعليم. الولد لازم يغلط وفي الماتش لازم يغلط عشان اعلمه. فانت الجزئيه دي لازم يبقى انت عندك مساحه كويسه جدا من الوقت للولاد، ومساحه في الماتشات تديله مساحته. فالجزئيه اللي انت بتقول عليها يا كابتن، في 99% من اللعيبه بتبقى خايفه من المدرب. ودي دي دي سياسه وحشه جدا في مصر، ولازم برضو تقنن، ولازم يبقى المنطقه ليها دور. زي ما احنا شايفين دلوقتي يا كابتن تامر، واستكمالا لكلام حضرتك، طبعا الكابتن خطيب ولجنه الكوره، وكان في زياره معاكم في بدايه دي اول اجتماع. ايوه اول اجتماع مع الكابتن خطيب. ده كان اول اجتماع معانا. وطبعا كان اتكلمنا برضه في مسانده دايما من لجنه الكوره. طبعا على طول. يمكن جالنا الكابتن خطيب، دي حاجه كويسه طبعا، شرف للقطاع. وحتى كل اللي قاعدين فوق ان الكابتن خطيب متواجد. ويمكن كابتن خطيب عمل لفه كبيره جدا ساعتها في النادي، قعد مع كل القطاعات بتاعه النادي
وان شاء الله انطباع الزياره بقى على كل المدربين جديده، هي جديده جديده انك تلاقي رئيس النادي الاهلي ورئيس النادي يجتمع بينا. طبعا في تواصل مع طبعا اول مره تحصل، اول مره تحصل طبعا بكلمه الكابتن خطيب. ويمكن انا اقول لك على واقعه مش فاكر الكابتن خطيب فاكرها ولا لا. انا وانا عندي 13 سنه كنت بلعب سترايكر، كنت بلعب راس حربه، وكنت كل ماتش اجيب 3 4 تجوان كل ماتش. كان مسميني محمد عباس وانا صغير. كنا بنروح الماتشات قبل الفريق الاول في الاستاد. كنا بنلم الكور، كنا بنلعب ماتشات قبليهم وبنلم الكور. الكابتن الخطيب كان كل بعد كل ماتش يا يديني شورت يا يجيب لي جزمه. اقسم بالله الكلام ده حصل. بس لسه محتفظ بالحاجه دي ولا ايه؟ والله كنت اتمنى يعني. انا نقلت من البيت لبيت كده، كنت حاطط الشورت بالذات هو اللي كان متوقع. طبعا الجزمه لكن هو كان من صغري، وانا كان كابتن خطيب الحمد لله يعني عارفني، ويمكن برضه يمكن عشان البشره مميز، فكان خطيب كابتن خطيب على طول عارفني وكان بيديني هدايا على طول. تمام. عايز بقى اكلمك عن دور مهم لا يقل أهمية عن دور المدربين الموجودين معاك في القطاع، هو تعاون أولياء الأمور معاكم. شايف بقى تعاون أولياء الأمور لمدرسة الكرة إزاي مع الكابتن تامر حفني المدير الفني لمدرسة الكرة؟ إحنا بالفعل كان عندنا اجتماع أول إمبارح مع أولياء الأمور. أول إمبارح؟ كويس إن في تواصل. كنت أنا وكابتن جمال السيد. قعدنا مع أولياء الأمور وكلمنا في نقط إن الولد لازم تديله حرية. الولد هنا احنا مدربين، انت ليك الولد يتمرن كويس، ياكل كويس، يستلم لبسه، متواجد في النادي الاهلي، بياخد كل الجرعات اللي ياخدها، لكن حته اللعب دي مش بتاعت اي ولي امر. يعني محدش يتدخل فيها. محدش يتدخل فيها، ابنك هيلعب وهياخد وقته وهياخد فرصته وتقييمه بالنسبه لنا اخر السنه، محدش يجي خلال الموسم يتكلم في الجزئيه دي. والناس متعاونه طبعا، يمكن انا عشان انا دي رابع سنه مع المدرسه، فالناس عارفاني كويس جدا وعارفه سياستي وعارفه طباعي. فكابتن جمال طبعا اتكلم في الجزئيه دي، واحنا بنتمنى، يمكن دي مشكله كبيره جدا في مصر ان ولي الامر مستعجل على ابنه جدا. ويمكن انا اتكلمت في الجزئيه ان انا رحت كذا مره لندن، انت عارف ان اخويا عاش في لندن. فرحت كذا مره اكاديميات في لندن، فاما بيجي يتكلموا على المدارس او الحاجات دي يقول لك انت ابنك مجرد ما يطلع من الملعب ما تكلموش في الكوره، كلمه في اي رياضه ثانيه. ويمكن هم في اوروبا ما يخلوش الولاد الاولاد الاولياء الامور يتفرجوا على ولادهم. يقول لك خلي الولد يستمتع. يستمتع. هو اهم حاجه في السن الصغير ده ان الولد يستمتع، ما فيش اي ضغوطات. حتى نفسي كمان في المهرجانات اللي بتتعمل كل الولاد تاخد جوائز، مش بيعملوا بنعمل دي كده. دي حاجه هايله جدا عشان نفسيه الولد الصغير. هنروح دلوقتي نشوفها كابتن تامر مع حضرتك خريطه الاسبوع اللي جاي لكل المباريات لفرق القطاع. تمام. هنستعرضها دلوقتي مع حضراتكم على الشاشه. هنشوف خريطة الأسبوع زي ما واضحة قدام حضراتكم. مواليد 2005، في الأهلي والتنمية سبورت بطولة منطقة القاهرة السبت، في 2003 السبت الأهلي وإنبي بطولة الجمهورية للناشئين، عندنا مواليد 2002 يوم الأحد الأهلي والشبان المسلمين بطولة منطقة القاهرة، مواليد 2000 يوم الاثنين مركز شباب زينهم والأهلي بطولة منطقة القاهرة، مواليد 99 الأهلي وبيراميدز بطولة الجمهورية للناشئين، مواليد 2004 يوم الجمعة 19 أكتوبر الأهلي والاتصالات بطولة منطقة القاهرة، مواليد 2001 مباراة من العيار الثقيل بتروجيت والأهلي بطولة الجمهورية للناشئين. ولادنا بقى في مدرسة الكورة بيشوفوا الأهلي في أفريقيا؟ أكيد طبعا، وبنتابع الكلام ده، وإحنا لما بنقعد مع الأولاد يبقوا فرحانين جدا، وإيه رأيكم في المباراة قبل التمرين؟ فطبعا الولاد بيبقوا فرحانين جدا، بيبقوا فرحانين جدا الفرقه بتاعتنا بتكسب، وان شاء الله ناخد البطوله باذن الله، تبقى البطوله ان شاء الله من نصيبنا السنه دي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن تامر. شكرا يا كابتن اسامه، وبشكرك وكل سنه وحضرتك طيب. احنا وكل ناشئ في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بنشجع الفريق الاول ان شاء الله عشان يحقق لنا حلمنا خلال الفتره الجايه، والنادي الاهلي ياخد بطوله افريقيا، البطوله المحببه لكل جماهير الاهلي. شجع وقول من القلب الاهلي نادي البطولات. نشوفكم الاسبوع اللي جاي مع الاشباح.